حذر. خلينا ننتقل إلى هذا الخبر، حيث انطلق اليوم النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية 2023 بأولى مراحله من ينبع. المميز في هذه النسخة هو وجود مسارات جديدة تأخذ المشاركين من ينبع على شواطئ البحر الأحمر، مرورا برمال صحراء المملكة وصولا إلى الدمام على ساحل الخليج العربي. يعد مسار هذه النسخة هو الأطول في المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014.